مساء الخير. أكيد شاهدتوا برنامج تحيط طيلة شهر رمضان مبارك، وصلنا إلى الحلقة الأخيرة. اليوم الحلقة الأخيرة حلقة مختلفة، بها تفاصيل مهمة راح تشاهدوها لكن بعد الفاصل. أكيد شاهدتوا برنامج تحب، كانت عندنا الفقرة الأخيرة اللي هي انجح واربح. هاي الفقرة اللي نسأل بيها والضيف يجاوب. أكو بعض الردود اللي صارت على الموضوع أنه أنتم الضيف جايبينه ليش تسألوا هاي الأسئلة. هو يعني فقرة ثقافية وفقرة من أجل أنه ثقافة عامة حتى احنا استفادينا منها، فأكيد راح تعرفون من اللي فاز ويانا لكن بعد الفاصل. أثقل الحيوانات على كوكب الأرض؟ الفيل. لا. من الذي ثأر على الطغاة وأخذ بثأر الحسين بعد الطف؟ زين العابدين عليه السلام. السلام عليكم. قال رحم الله عمنا فلان الذي أخذ بثأرنا وأدخل السرور إلى قلوب العلويات. شخصية معروفة. ما هي أكبر قارات العالم مساحة؟ قبل شوي قلت لك اياها. مو آسيا؟ آسيا. بعد شلون متقصد انا قلت لك فيها. هذا الحرف الثاني. اسم البغدادي 70%. شنو تطلبني فلوس؟ تريد اكتبها كتابة؟ مسوي لصايك. دولة لعبنا بها بكأس العالم، أحمد راضي قول بيها على بلجيكا، هي المكسيك. المكسيك؟ اي شوف. هسه ربحت؟ ربحت. وردة؟ جاي سهل. كشنا الأسئلة السهلة هاي. حبك مقدس يظل لا تظل دسته. إيه. بالرغم ما بالقلب حط مو جرح. دسته والقل والفك إجا من الحلق. دسته تمنيته قلبك يدر بس يا حصرت مدر. وخلانا أبكي بحزن والوجه لي مدر. رعدت ونضت غفل والدنيا زخت مدر. وحجز لك بالمدر بس ورمت دسته. اكيد مثل ما تعرفون ببرنامج تحب عندنا فقره انجح واربح. نجومنا اللي رافقونا بالبرنامج كانت اجوبتهم متفاوته، لكن عندنا نجوم، خمس نجوم حصلوا على اعلى الدرجات، اللي هم الفنان مازن محمد مصطفى، واللاعب الدولي محمد قاسم، والاديب الشاعر جابر الكاظمي، والفنان رزاق احمد، والفنان غانم حميد. هذول خمس ضيوف اللي حصلوا اعلى الدرجات، فخلينا نروح نشوف اجوبتهم. انت حصلت على 75 نقطة. 75 من 100. انا ما احب اخسر باي شيء افوت به. ما احب اخسر. احنا بالحلقة الأخيرة راح نفرز النقاط، ان شاء الله تفوز ان شاء الله. بس انت نسبة جيدة يعني 75، وعرفت هسه بدون ما انطيك الحرف يعني الجواهري. شلون عرفت الجواهري؟ لين قلت لك رمز من رموز العراق. اي اكيد، هو يعني هو شاعر العرب الاكبر يعني. صح. يعني على مستوى الوطن العربي. الماس. هذا مال الماس. مال الماس. صدق تحكي ادلي لك دلال. كم عدد الوان القوس قزح؟ 7. حلو. طبعا يعني راح ياخذ درجة كاملة. واذا تريد مال الماس اخذها. ها؟ ما محتاج. لا لا. أنت بفلوس. السؤال السادس، ممن خلق كل شيء حي؟ من شنو؟ الماء. إيه الماء والخضراء. بس وجهك نقص. لك أنت شنو؟ لك أنا أحبك. بالوجه. والله يا رسلان. يا حبيبي. قدر هذا يخربونه ما قدر. لا طبعاً غير أخوان. انا الدفع مرات وهاي وتمشي يعني. ما انا يعني اقول اخويا بدول وجه. اخويا صغير يعني. بدول عينك اخويا انت وحبيبي. انا اتحملك تدري ليش؟ ايه لان طيب القلب تدري بي. اي صح. ابغى اضحك. واخذت 80 درجة رزاق احمد حتى ما انسى. ليش 80؟ هسه مو طيبك هذا لازم تعطيني 100 درجة علي 80 ترى. عليك الوائل تعطيني 100. اجتك 100 رزاق احمد. 90 وما حد ماخذ 100. حلفتك بي بالعزيز. ها؟ حلفتك بالعزيز. هذا هو جاي 100 رزاق احمد 100.
يبين عندك بس نعطيك الحرف اللي وراه يبين الاسم. خلاص انت مال الاتحاد السوفيتي اعطيتني اياها ولا؟ ها؟ الحرف مال الاتحاد السوفيتي اعطيتني اياها؟ لا ما اعطيتك اياها. هسه اطلبنا حرف. تطلبنا حرف. هسه انت بعد يمك تجمع هذا الرمز العراقي المهم. مفكر. محمد باقر. لو الحكيم لو صلاح. واحد اختار. فلسفتنا واقتصادنا. محمد باقر صدر. ماذا نسمي الباب الكبير الذي بداخله باب صغير؟ رتاج. صح. نعم. من أول من أفطر وأطعم جاره في رمضان؟ إبراهيم نبي الله إبراهيم. لا اسمه عبد الله ابن. ها يعني في الإسلام في صدر إيه؟ الإسلام. أنا صورت على إيه؟ الأطعام اللي كان. إيه أنا صورت الإسلام. عبد الله ابن رواحة. لا. لا. ابن عباس. أوفى. ها؟ أوفى. من الشاعر الذي كتب آية حسين ومصابر؟ هذه هي الحقيقة احنا عندنا التسميات مغلوطة يعني. نقول الشعر الشعبي، هو الشعر الشعبي مو يعني الشعر الدارج. الشعر الشعبي اللي مثلا فد مقولة ما يعرفون المن هذه. يسموه شعر شعبي. أو موروث شعبي. موروث شعبي بالضبط. فهي يعتقد موروث شعبي ولكن نسبت لكاظم منظور. كاظم منظور صح. بلي. صح. بعد اجيب غراض اعيش وياك. ايش اسوي لك بعد؟ بعد مالك حق. مالك حق خلاص. مالك اتمنى ثمانية، ثمانية السوداء ثمانية. يا ودي السؤال الثالث. من هي ملكة سبأ في عهد سيدنا سليمان؟ انا ايش قلت لك؟ خل اسالك لعد نحول على الفن افضل. يكون افضل؟ اقرب. اقرب. الفنان رفيق علي احمد شنو جنسيته؟ رفيق سوري. لا هو عمل ملحمي سوري لكن هو مو سوري قريب يعني اذا مو سوري لبناني. اي جواب صحيح. طبعا احبت المشاهدة راح تستغربون ليش هاي العلبة بايدي. طبعا هاي العلبة اللي النجوم اللي حصلوا على اعلى درجات اللي هم خمس ضيوف اللي قلت لكم بيهم وشاهدتوا اجوبتهم. فهسه راح نجر القرعة. خليني اشوف هسه وين احطها. هي هاي كبرتي. هاي الخمس اسماء شوفوهم. جيبوا لنا هذا مال سمك الحوض. شوفوا مشاهدينا هسه نسحب لنا اسم. سعد رحيم كان نبدا هنا وين خليه يجي يسحب لنا اياها. اسم سحبت اسم. يصير احط اسم وياهم؟ ها؟ طبعا جائزه ماليه زينه هي. يشوفون ردا بتروح بيها؟ هسه وين احطها؟ اتكتك بيها هيجي. نحط هنا. خلينا نشوف من النجم اللي فاز ويانا. صدق مخته قوي. النجم اللي فاز ويانا رزاق احمد. الف تحيه للنجم رزاق احمد. طبعا رزاق احمد شفتوا هو طبعا درجته مو 100 بس هو حلفني قال اريد 100 حلفني بالوائلي قال بداعه الوائلي وسبحان الله شوف فاز. لاحته شويه مو بخت الوائلي رحمه الله على روحه عميد المنبر. فهسه عندنا رزاق احمد فاز بمبلغ مالي. هسه نتصل برزاق احمد. مغلق فتسوي وندق عليه. يلا فاصل وندق عليه. نرجع ندق على رزاق مرة ثانية. لتحميل هذه النغمة اضغط على علامة النجمة مرتين أو أي مفتاح آخر مرتين ب1500 دينار. الو حي برسلي. يا عمر شلونك؟ شلونك شو اخبارك؟ في دول وجهك ابو ادم دقيت عليك بدايه مغلق النوب. هسه دقيت عليك
شوي الله جاوبت انه خلاص رصيدي. ها؟ مو هذا تراب الخطيه حتى الرصيد. ابو ادم حبيبي انا هسه فاتح مايكروفون وجاي نصور الحلقه الاخيره من برنامج شو تحب. عندنا 5 نجوم هم اللي حصلوا على الدرجات. تذكرت من حلفتني بالوائلي اعطيتك 100؟ اي طبعا. فسوينا قرع انه وبت فزت بالهايه. معدله صدق معدله وجدتك جائزه تفلش. سوينا قرعه وطلعت انت. فهسه الجائزه شنو؟ وعلى نياتكم ترزقون. صدق هسه ترزقون غير انا سحبت الجائزه وطلعتك. هسه شنو بالنص ثانيه غير؟ جائزه كبيره هي وقيمه. اذا كبيره قل لي عليها، اذا قيمه قل لي عليها. والله الجائزه يعني جائزه ماديه يعني كبيره من القناه اللي هي قالت يفوز بال فقرة تنجح وربح له جائزة قيمة. تذكر من قلنا لك وبوقتك تعطيني 100. اي فانت فزت ويانا وهاي الجائزة لك تجينا باكر للقناة الساعة 5. راح ادز لك رقم الاخوة هنا بالقناة حتى لان انا ما موجود يسلموك الجائزة وانا بخدمتك. حبيبي الفطور اول شيء هو صجم مو فلوس؟ اي صجم طبعا فلوس. هلا اقول لك شغلة احنا يعني تعرف رمضان ومقبلين على عيد صح؟ مقبلين على عيد. فأنا من قلت لك اعطيني 100 أول شيء يعني ما محتاج الحمد لله الله مكي يعني مشيها ويا عيد. صح. فهاي هاي هاي هدية من عندي أكو ناس تستحق أكثر من عندي. صح. أعطيهم إياها. أها. هاي الهدية يعني أنت معنى مثل شلون أعطيها؟ أنا ما أقدر أصرف بها القناة يعني هم مخصصين الهدية إلك. فأنت يعني أنت إذا تحب تنطيها كيفك؟ شوف وزعها شوف عندي حل عندي حل عندي حل عندي اقتراح. حاضر. شنو؟ شنو رأيك يعني أنا بس كيفك أنت اقتراح فقط. شنو رأيك هاي فلوس فلوس الجائزة نحولها إلى سلات غذاء نوزعها للعوائل بس بحضورك حتى تعرف أنت الفلوس وين راحت. إذا ما تجيت إحنا ما لنا علاقة فلوسك تستخدمها. بالعكس هسه أي شيء أي شيء أي شيء بخدمة لهذول الناس أنا أجي بدون مقابل يعني أجي ركب فدوى لعمرك. فإحنا راح أضبط الموضوع والفلوس راح نشتري بيها سلات غذائية ونتواصل وياك. حدد أي يوم أنا حاضر. فدوى 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 لعمرك ما تقصر ما تقصر أبو آدم. هذا الموقف الإنساني مو جديد عليك. أنت إنسان نبيل وفنان راقي والله يوفقك ويجعلها بميزان حسناتك. ميزان ميزان رسلان وداعتي وداعتي لك ما محتاجين هذا المدح ولا كذا ولا هذا. والله صحيح هذا اي يكون يعني لله. والله صحيح والله صحيح. دولة ولد بلدنا اذا مو نوقف لهم من نوقف لهم. والله صحيح والله صحيح. اي حتى نكمل من عندنا فلوس ونروح نعطيهم. والله ادري بيك بالقران ادري بيك. لعد حتى السلات وهاي تجي جاي من نشتري عدل. حاضر حاضر قلت لك انا اي شيء بيه خير للعالم اجي بدون اي شيء بس نروح نوزعها سوا. وسوا امر امر تامره هذا هو عدل. نفتر على المساطر على العوائل على هاي الاشياء وهو احنا كل احنا فقراء الى الله. اقول لك حالنا حال العالم ما لنا علاقه بالفنان ولا اعلامي ولا ممثل. صح ولا يعني صح حالنا حال العالم سواسيه ماكو واحد اكبر من واحد. والله صحيح ابو ادم حبيبي خذ راحتك والله يوفقك ان شاء الله. وانا اشكرك حبيبي حبيبي بانتظارك حبيبي بانتظارك. والبرنامج كان حلو ورحنا احنا نتشرف بك حبيبي رزاق. كنت ضيف رائع وكل ضيوفنا ونجومنا كانوا رائعين والله يحفظك يا حبيبي. شكرا لك. واحنا بعد اذنك فتحنا ميكروفون بس لان هاي خصوصيه ايضا تعتبر. لا زين ما عندي واي عاله. لا مو بس انا قلت انا لو انا قلت حتى هذا تسجيل يعني لو لايف ما افتح ميكروفون. قلت خاف اذا بلا وحده اول ما خابره. والله يوفقك يا حبيبي. حبيبي انت امزين قلت لي ايش اسمه يعني لو لايف وما ادري كان تشوف صوتك. ادري هو ادري. حبيبي ابو ادم حبيب الروح حبيب يا روحي يا روحي يا روحي. هلا ابو حبيبي. مثل ما شاهدتوا الفنان رزاق احمد يعني حلو نشوف الفنان عنده الإنسانية العالية. رزاق يعني قال أنا ما محتاج وأنا الله مكنني وهذا الشيء يعني ما راح يضيف لي. فأكو ناس تستفاد منها وأكيد ناس أحوج لهذا المبلغ من المال. فقال لي أنت وزعان اقترحت عليه اقتراح وهو راح حبي. فراح أروح أنا وياه نشتري سلات غذائية ونوزعها. وخليكم يانا ختام برنامج شتحب.
ابو ادم حبيبي بس متوجهين ل 55 مصدر وراح اروح للشماعيه ان شاء الله خير. انا حاضر حاضر وفرحان وراح اغير جوي. هاي الناس خطيه ونشوفهم شكو متطلبات احنا يعني راح نسوي عليه. نقدر عليه فعلا. يعني احنا الناس بسطاء ترى مو ملياردير ما لا والله بس هذا نقدر عليه. اعطونا هديه بالبرنامج شلون انا بالكرم والله اصلي انت طيب الناس تطلع سيطره. ها يا جماعه خلي افهمكم على الموضوع. ايه المهم اخذت جائزه بالبرنامج اخذت الاول برنامج رسلان حلفني قال بدعت الشيخ الوالد رد 100 قلت له جتك 100 اوكي بعد انا بالكرم اي والله. المهم اجتني هديه مبلغ مالي زين المبلغ مالي مشي يعني مشيني شهرين ثلاثه احنا برمضان خابرت انا اي خابر ابو الرسل رزاق هيك هيك شت تعال استلم فلوسك رسلان اني الفلوس اوكي اموري زينه هالايام لو اموري مو زينه كان اخذتها ايه بس خلي نسوي لنا سالفه قال لي لو الجيب جاي دق دوانز اي أيوة والله اخذها اعطيكم صراحه قلت له لا الجيب زين هسه خلي نسوي لنا فسالفه نفيد بها هاي العالم الفقراء اوكي راح السيد اشترى لنا هاي العلاليق الحلوه الكبار طبعا مو صغار ها كل شيء بيها العلاقه زيت حليب شكر تمن عدس ووزع وراح نوزعها للناس اللي تستاهل ما اقول تعبان زين احنا تعبان هذا ابسط شيء ترى ها مو عبالكم اي مو مسوين عود يعني بانين شارع او مسوين سوق ما لا هذا نقدر عليه والله اكو قول رزاق لا تستحي من اعطاء القليل فالحرمان اقل الله اكبر بدل انت العن الظلام يا اخي ساعد ساعد ايش ما بيك ساعد بهاي الدنيا عسى ما ب 1000 دينار اي هي الدنيا صغيره هاي قدوتها أيوة. والله اكو ناس العالم ذاك يشرب وياهم لا تباوع عليه ايوه لا تباوع عليه هو منكسر روح عليه قل له ايش بيك محتاج شيء اذا تقدر على مساعدته اي تقدر على مساعدته روح وقف له واذا ما تقدر امرك لله. السلام عليكم. بعد ما فاز ويانا النجم رزاق احمد بجائزه برنامج شو تحب اكيد اتصلنا بيه وقلنا له اكو مبلغ مالي ربحت ويانا مبلغ مالي فرزاق احمد قرر انه هذا المبلغ المالي يحوله ويشتري بيه سلات غذائيه يوزعها على مصدر العماله بمدينه الصدر مدينتنا الحبيبه المجاهده البطله. فحقيقه احنا نشكر قناه رزاق احمد حبيبي رسلان شكرا هاي الانسانيه العاليه واحنا كل احنا فقراء الى الله اي أيوة والله ان شاء الله. هو اول شيء طبعا هاي ما نسميها مساعده لان اخواننا طبعا و اللي يصيبهم يصيبنا طبعا اي انا الهديه من البرنامج مالتك أيه؟ من خبرتنا على الهديه قلت لك رسلان انا الهديه هاي اتبرع بيها للناس الفقراء طبعا اي اقترحنا انه نسوي احنا هسه شفنا شفتي شلون عبالهم عندنا نريد ناخذ عامل يوم عبال طبعا الاخوه هناك كلهم مراره المراره خلينا نوضح لكم المراره هو اللي يفلشون يا هل بيكم مراره اه والله ايش ايدك المراره ايش تسويه ها تصعيد ايوه حاضر تصعيد طبعا هم ترى هم يا خطيه جو عبالهم نريد ناخذهم عماله لا احنا راح هذا شيء بسيط يعني والله اي هم علاقه تسوى يعني مال يوميه زينه اي والله العظيم ترى هذا يعني مو فد شيء مسوي لكم اياه انا والله العظيم يعني بدي اخدمكم يعني هاي يدكم ابوسها ما طول تشتغلون بشرف ومن عرق جبينكم والله يعني اخليكم على راسي
وهذا ابسط شيء مقدمه. احنا جاهز نفسي جاي فيك لابسين نظارات. لا موالي امي ما تقبل من الشمس. يلا اوكي. ترى عاديات ام الخمسه شباب. اي والله عشوائيه اصليه. لا 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 تخاف كل طلب ما لك علاقه. زين فاحنا حاضرين لكم. رزاق شرك يسولف لهم موقف شيء حتى ضحكهم. وين؟ فعلين هم لا هسه الساعه ب 6 الصبح؟ ها؟ اه ب 6 احنا طالعين من الخمسه جايين عليكم. بس انا راح اختار واحد هو يسوي عندنا موقف. انا تعال 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 تعال. شنو الموقف؟ شوي نغير جو. ها؟ شنو الموقف؟ ايش عندك موقف؟ ايش الموقف؟ تعال نمنا من عندنا موقف طالع يعني بناء بيت شيء هذا وصاير موقف يعني ومت... اي مواقف يا خالد يعني ويا ابو البيت ويا ابو البيت استاذ تعال ويا ابو البيت ابو البيت حقنا مو حقنا بس واحد جماعه طلعوا على تعال تعال شوف الكاميرا بدي اسالك ارد اقول لكم شغله ليش دائما تروحون تشتغلون مثلا عماله مو كان مو قديم بالعماله هذا شو يسموه مرار وياكم اي أيوة والله دائما نروح تشتغل ببيت مال واحد عنده فلوس ثقيله هاد لا تجيب مي يا ريوك وانت عاقد علي قيتي بابا شنو شنو واذا تروح لواحد ما عنده فقير وهيك ما وهيك يمشي على مي واحد مي بارد قال انا ما اشرب مي بارد ما شاء الله خلفه قلت له شنو ذنبنا اي شنو ايش يريد عيد عيد انا تبي لنا مي بارد قال انا ما اجيب مي بارد وهو شنو الخضر تصاوير العبيد اي والله ليش لا عندهم يعني ليش ايش حقن ها هذول عندهم فلوس يا ما احتراماتي لا مو الكل هي البعض لا كل ما احترامات العده على راسي بس اكو نصهم يكون ويخازر لا خازر اضحك 25 طيام ها 25 طيام قلبه وش وين ما عنده رزاق يجيب الدجاج واللحم والعسل ها لا لا حاسبيها حاسبيها يحس بيها والله احنا حاسين بيكم والله هذا الله شاهد وشهر رمضان تشتغل طواس هذا طواس هذا ابو هاشم الملك لك ابو هذا تدور زين هسه احنا شو نسوي شلون الطريقه نوزع لكم بها مال ما احب السراني يعني كلكم كبار بصير هوس هوس احنا ها بصير هوس اي هسه احزمكم بشغله لا ولا اسمع شيء عنده مناشد عنده فعاليه عنده شيء صوته حلو حافظ شعر يفعل لنا الامور سعد اتهم لزيت تعال قاعد قدم مكان ها عندي ماكو صوت واحد حلو واحد على ابو علي ماكو علي صديقي حبيبي شعر من حافظ شعر هاي مناشدة حلوة تعال تعال عيد عيد تعال تعطيني خلي الدولة خلي الدولة تعال تعال حال العمال هذول اللي واقفين هنا كلهم يعني هسه احنا يوم تطلع للشغل وعشرة قاعد اكثريتهم عندهم عندهم اجار عندهم صاحبين عوائل هذا اللي يريد يتزوج هذا اللي يريد يسوي له شغلة هذا اللي يريد يشتري له توك توك هذا اللي يريد يفتح له بسطية يعني اكثريتنا قاعدين باجارات هسه كلهم هذا شوف كلهم اجارات كلهم صاحبين عوائل كلهم ما عندهم يعني الدوله الدوله ما توعي على العالم الشغل هنا ميت الشغل هنا ميت يشتغل تعرف يوم يشتغل اسبوع قاعد او ثلاث ايام او اربع ايام هذا ما يشتغل رجع فارغ وين يروح؟ يروح لابو الاسواق يروح لابو الاسواق يقول له دايم عود من اشتغل انا اعطيك تعال اسمع اسمع هاي القصه شلون؟ يروح لابو الاسواق او يروح للبقال او يروح لابو الغذاء يقول له دايني استاذ من اشتغل على الطين ها شو يسوي شو يسوي تعرف السيد هذا يوصل حسابه 100 او 75 ما يعبر تتراكم تتراكم يجي يقول لها 50 من اطلع مره ثانيه زين هذا بعد لا قابل السحب لا قابل الايجار هذا تعقد نفسيا انت هسه لا قدر ما شخصيه باتمان حتى تطير ايوه معرفه قديمه عندك عائله عندك عائله عندي عائله عندي كم نفر؟ عندي اربع اولاد اصابع الحمد لله عم الله يساعدك شو اخبارك؟ عندك شيء تريد تقوله؟ كيفك؟ شو اقول؟ اقول هاي الناس الفقره اي خلي يبوحون عليهم اي والله بس يضربون ملايين ومليارات وهذا قاعد يوم يشتغل وعشرة ايام قاعد ما يشتغل زين هذا منين ياكل؟ منين ياكل هو هذا؟ يرجع هو يضرب قوزي وفلوسه كلها بالخارج هسه خلي ياكل قوزي بس خلي باوع على هاي الناس الفقره باوع مقاوله هسه خلي يجيك مقاوله شوف ايش يصير هو سعد هو ياخذ له عامل له رزاق رزاق سؤال بغير دوله مو بالعراق بغير دوله الرجال الكبير ومثابه ابويا ان شاء الله معزز ومكرم غير دوله شلون معزز مكرم
راتب، خبصه، خدمات، كله متوفر. بس بالعراق احنا عندنا يصير عمره بال80 بال70 يطلع لك واقف لك مسطر بالشارع، بالعلاوي، بالمدينه، بالمعرف شنو، كل المحافظات بغير دوله. عمرك قد عمي؟ انا عمري 75. 6 مرات لابس بالجيش العراقي. الله. بال70ات اخر حرب ايران. حجي حجي سولف لنا موقف من مواقف حرب من الحروب. مبين انت كنت شنو مدفعيه شنو؟ لا كنت جندي راتبي دينارين ونص. هسه عوف الفلوس، عوف الفلوس. كنا معركه معركه خايضها اي طبعا وحده بدره وجسر. الرزاق قالوا انسحاب. اي انا حلقي يبس ريجي اكو بريجي معلق بالدبابه. ايه. خاتي الورد الدبابة قضيت البريد شربت من عنده مي وده دهنا مالطين. والله العظيم زين 6 مرات انا لابس بالجيش العراقي. وهسه يدوروا اللؤلؤه. هسه شطوني شطوني 174 رعايه في الشهر. الله يساعدك عمي. 174 يعني هاي العمال الحكومه شويه تدير بالها يعني على العمال. يعني اشوفهم بيهم تقريبا 100 واحد اكثر وشغل ماكو. ادوا اروح لك يعني هاي مصطفى الكاظمي اذا يسمع صوتنا الناجده يدير باله على الفقراء. يعني اكثر هاي العالم الدولار احكي لنا الدولار اثر عليك طبعا. الدولار صاعد الفقراء البطل الزيت صار ب3.5 وهاي العالم يعني ناس كسبه يعني قوت يومي يعني منين يعني يشتغل ياكل ما يشتغل يطلع رعايه يعني الناشط رعايه ترى العالم ما عمال عمال يوم تشتغل و10 ايام صاحبين عوائل صاحبين نجارات وصاحبين سعيد ما الدولار ايه لا قاعد الشباب يعني اكو شغله قاعد يقول لك والله ملينا من المناشدات يعني هم يشتغل عماله وهم قاعد يجار ها مناشداتنا جاي توصل عمي شنو الموضوع دقيقه اعطونا اعطونا شويه اريد ننفع به الكاميرا انا حاجك شباب 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 خلوا نجمنا فنان رزاق احمد فنان رزاق احمد خلوه يناشد هو صوتكم واحنا كل احنا صوتكم واحنا بخدمتكم الله يعزك. شوف بس احنا سمعنا اخواننا وعمامنا وسمعنا وين قاعدين وين قاعد يشتغلون شنو معاناتهم و 100 واحد او 1000 واحد مناشدين يقول لك المناشده مالتنا رايحه بالجو الطير من دولتنا الغاليه دولتنا العزيزه دولتنا نخليكم على راسنا رئاسة الوزراء يعني اذا تجيبون العده مال الفقير اذا تحسبون ترى يعني معدودين على الايدي تقدرون تسيطرون عليهم يعني قاعد بالايجار ويشتغل عماله ها وعماله ماكو والله ماكو اي ما دار غير وزعها بالتساوي على العالم ما داري مو بالتساوي ترى تعال هاي الموضوع ما داري هسه هذول اغلبيتهم ترى ما مستلمي انا رجال مو فقير الحمد لله وشكر ميسور الحال الله يخليك بس ترى هاي العالم ترى ما مستلمه ثلاث ارباعها ما مستلمه يعني ولا يوزعها بالتساوي ولا ما يوزع ثانية خدمات مدينه الصدر شنو عم وين؟ وين اعطينا خدمات سووا عمي يعني انتم سبب من عندكم؟ احنا سبب من عندنا سوي لهم عمي شنو اللي مسوي لهم؟ انتخبناهم وياهم صاير بساير يعني شو نسوي لهم بعد؟ ليش ما يجي؟ زين انت يا اخي غير بلديه غير تسمع تندل مكانه؟ اسمع استاذ راح نروح امك تندل مكانه لو لا؟ خل افهمك خل افهمك هسه فلشوا الفلاح بدوا بالفلاح غير تندل مكان البلديه؟ بدوا بالفلاح ما بدوا بالفلاح هذا الفلاح بلشوا التوادر انت غير تفلش شارع شارع بالاشبيه كلها المدينه انت غير تشتغل شارع شارع هسه اشتغل الفلاح بلش مال المستشفى القادسيه طبعا قطاعات جوا انت غير تشتغل شغله لو تفنيها فني الفقير كفيلك العباس بدع الفقير هاي العالم هسه انا جاي ناشدك على موضوع ما داري هذول الوالد ترى ثلاث ارباعها ما مستلم رخصه الولد يعني لو يوزعها بالتساوي لا يوزع راح من روح والدي يعني هاي يا المستلم يا طلعت له ما دار انت مو عمال يا المستلم ما دار مو كلكم عندكم عوائل عندكم سيارات باسم كام عندكم بيتان عندكم بيوت باسم كام بعد شكو صادي حموتك انا رجال الحمد لله وشكر وداوم واشتغل والحمد لله وشكر بس اجي طبقه فقيره حلو الاحساس دير بالك عليهم راح من روح امك
مال هاي مناشدة هاملة كبيرة العباس دولة تعبانة دولة حرامية دولة نشالة كبيرة العباس كلهن عندهم زين هسه هاي هاي عباد الله يعني هذا كله فقرة هاي شباب الله يحفظكم إن شاء الله كله قاعدة جنب كلكم أخواتنا وعلى راسنا كبيرة العباس هذول بثبت ما عندهم رعايه اعطيهم رعايه اذا نقول كلمه رئيس الوزراء رئيس الوزراء طبعا الناس تحبك مو عبالك ما يحبوك مصطفى الكاظمي الناس تحبك بس خلي عينك على الدائره ما دايرك خلي العالم خلي يروحون يشوفون العالم مو تدزهم ويغلسون لا روح راجع براهم دزهم وروح براهم كون ما يدرون شوفهم صح موضوع الرعايه جاي يطلعون كشف القعده مبرده ما يطي ليش مبرده هاي ما يطي والله ما يطي وعنده أربعة خمسة والله العظيم ما يطي تعال احكي يطلع رئيس الوزراء احنا عم نريدك ونحبك موضوع الرعايه انت من يطلع عليه كشف بالرعايه يطلع عليه كشف القعده مبرده والله ما يطي والله ما يطي عنده أربعة خمسة والله ما يطي كفيلك العباس واحد ايش عنده؟ عنده سوريه قله تعتها ما يسور الحال ولك عمي عنده سوريه قله خليجي انا ودي انا ودي شنو الحقاره؟ والله انا ودي هذا حقيقي لو تطلع هذا طلع لك تطي فلوس لو ما حد يطيهم زين هذا تعرف هذا؟ عمي انا وديك لبيوتهم تروح وياي هسه هاي سيارتي هسه اخذك وياي امشوا وياي امشوا وياي قاعد تسمعون؟ الباحث من يطلع؟ واحد ما بيها واحد بيها مجاميع عمي ترى هم كلهم بخدمتكم موظفين بخدمة الشعب مو جاي موظف خلي أعطيكم سالفة مو جاي موظف يخلي رجل على رجل يحترم نفس الموظف يجي موظف المن للشعب مو لنروح عن نفسه لا يفيك خادم كملت هو صار لسنة ما طلعت رعاية وطلعت له متارك متراكم 800 قال احسب حسابه اللي يروح روح ودينا مو بالشنبر هسه احنا نعته قطعت الطلايب قطعت الطلايب يعني الحكي ماكل الثور اي والله هسه احنا خلنا صعدان ورزاق نروح امه الله الله بهالعالم الفقره احنا ما رايشين قدامك والحسين ما راش يعني يا رئيس الوزراء الله الله بهالعالم ترى الفقره هاي منين تجيب هاي يلا شباب والله حقك والله منين تجيب والله شايف الا غيرك يلا تعال خلنا نوزع تعال ونتعرف شوف رسلام باوع هذا التراب تالي لك لا ما له علاقه بقى. شوف الناس وين قاعده زين الله يساعدهم رسلام اشتروا شقق بتركيا رزاق لا يا شقق خلي يبيعون هاي عندنا هذا بلدنا يموت بس مو احنا اشتروا هناك الابي الناس ما تعرف شلون تفيد هذا البلد ايوه هو اكو طيب ابن العراق وما تفيده لا ها ابني له قاعده شنو هسه هذا ما تقدر تسوي كم عماره 26 طابق هذا البناء العمودي النظافه والامور وهاي كلها تروح يا الله السلام عليكم السلام عليكم طبعا هسه احنا متواجدين بمنطقه الرشاد دلونا طبعا الاخ سعد مشكور على بعض العوائل فهنا يتفضل اخ السلام عليكم احنا لو الكاميرا احنا نجيك بس هاي تعرف مخرجين ومخرج تعال تفضل يمنا نجيك واحنا بخدمتك شلون قلبي شو اخبارك الله يخليك احمد شلونك الله يحفظك طبعا الفنان رزاق احمد فاز ويانا بجائزه فقال الفلوس هاي جائزه نوزعها ثلاث غير عوائل رحم الله والديك فاذا موجودين عندكم عوائل نسلم عليهم ونعطيهم والله عندي عوائل تقريبا 20 بس انا عندي جماعه يجون هنا عندي 780 عائله مسجلين وانتم جزاكم الله خير الجزاء من 90 لهاي الناس ان شاء الله نجيكم جايه غير جايه اذا هذا اقول لكم ممنون اني
ممنون ورحم الله والديكم. عوائل ولا تشوفون عوائل تعبانه ولا تريد تشوفونهم تعال تفضلوا طبوا جوا شوفوهم. نسوان هنا. ما نطب نسوان. انا كلكم ممنون. احنا كم عاله؟ حسبنا كم عاله حتى نعطيك؟ طبعا هم جاي. السلام عليكم خواتنا امهاتنا الله يحفظك ان شاء الله. ابو من؟ ابو يقين. ابو يقين ضبط العدد بالضبط وتعال. اي ضبط العدد بين ما بين ما نسولف هذا وش اي الناس هنا أنا كلش ته رايحه مو من مسعوقه الله موجود. ها تهنى تدري شي يقول لي؟ يقول لي سحج الله لا 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 الله موجود هذا العظيم موجود. يا اخوان انا اريد اناشد هالمره بس إيه؟ انا ما اعرف اناشد انا من اناشد افوت اعبر على الترابي مو بس على الترابي على الطين إيه؟ اعبري والله إيه؟ زروق عالم عالم منتهي والله ما رايد شيء. احنا العراقيين قد بسطاء اي بالعباس والله. اذا تقول له شنو متطلباتك يقول لك بس الطين يكفيني الحصه التموينيه ها واستر علي كل شيء. ما كهرباء ومي هاي كهرباء يعني لا طالب منك فز بالله لا طالب لا يريد فيراري ورولكس ولا لا لا ولا طالب فلوس بالبنك تخلي له زين ايه هذا مشي كل شهر. ها حاج ها حبيبي ايش قد ايش قد 25 عائله اه صح ليش قلت لك تاكيد صاروا 25 25 وبعد زيتم تريدون تحجيني حبيبي عزيزنا رحم الله والديك نشرف بك وهسه راح اوصل العدد اللي عندكم انتم ووصل صوتكم ان شاء الله كناس خير هواي يشاهدون فيجون ان شاء الله احنا نسوي لنا جايه لك ثانيه وناس خيره تجيكم وهاي العوائل المسجله انت مشكور تسعى بالخير للعالم وانطي العنوان انطي العنوان مالتكم على مود العالم اللي يشوف هذا الحلقه ايه يجوكم ايه. انا اشكر الاخ الشيخ الشيخ سعد واشكركم انتم واشكر الكادر على هاي الجايه. انا منطقه الرشاد سجن الصبيان ابو يقين الكناني هاي عندي 780 عائله من الدسيم الولدايه حي طارق حي البتول البحث العلمي يعني شكو عوائل انا مسجلها العوائل الفقيره الارامل واحد المطلقات واحد شكو عوائل انا مسجلها بهذا المربع مال الرشاد وانا اشكركم وهسه راح اطلع رقم الموبايل انتم تسعون بي بعد خدمتكم خادم الحسين حاضرين 0770837679 وارجو كل من يسمع صوتي عيد الرقم عيد الرقم 0770 0770737679 انا شريد اريد تسعفون لي هاي العوائل المسحوقه تامه انا ما ترى ملحمد على فلان ولا هاي الناس الخيره هي تجيب لي هذول اهلنا وبرقبتنا اي والله هاي الناس الخيره هي تجيب لي هي تجيب المساعدات ما عندي دعم لا من الاحزاب ولا من الحكومه شهد الله انتم والشيخ هذا ما لنا علاقه لا باحزاب لا بدوله ولا بحكومه احنا ما لنا علاقه لا احنا ولائنا للعراق هو هذا لا بنعترف بحزب ولا باحد ولا هذا هو هذا المطلوب اذا امهاتنا نعترف بالله وباهل البيت وبالناس بالناس طيب. الخيره بالناس الطيبه امهاتنا شلون واقفات الله يحفظهم وانا كلكم ممنون حتى تصور خواتنا وامهاتنا نعذرا اي ما نقبل حتى ما نقبل يصورن شلون يصورن والعباس احنا خدام ونجيكم اليوم وباكر وشو كل ما تفتر العجله نجيكم وان شاء الله العجله مفتره واحنا بخدمه سيد انت تحكي انت برنامج عندك تحكي بيه بس ماكو الاذن صاغيه مو شبعان ما يدري بالجوعان ممثل تحكي ماكو انا احكي واحكي قوي مو هيك اذن صاغيه اكو؟ لا مسحوقين ناس مسحوقه صح هسه 25 سله بالسياره راح نحسب لك 75 25 سله وانا بخدمتك خالد تعال حسين والله يطول عمرك تعال نحسبين 25 هاك هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشر اثناعش أربعة عشر هم تمشيهم كم يوم؟ 16 ها؟ وهاي عدي 14 18 19 20 ايه 21
22 23 24 25 26 كلهم نعطيهم بعد يلا 27 28 صور لنا هاي العوائد منين ابدي ندور شو سيد سجن 50 عائله قطاع 5 التانكي المعسكر هاي خاطر المدارس خاطر يكون عندكم علم وتنشاف رشاد رقم 3 خارج السياج جامع الصدرين عندي مقترح يعني هسه جانا مقترح هيك ببالي من خلال صفحاتنا انا وياك ولا من خلال البرامج ومن خلال هاي الاشياء سجن النساء ندعو الناس تتبرع ونلم ونوزع كل فتره اي والله سجن النساء مو؟ سجن النساء ايه حي البتول 70 عائله هسه هاي 31 سله هاي المره هاي 30 النادي وزعهن وكله خير وبركه الدسيم 50 الله ان شاء الله ربي يوفقك ويجعله في ميزان حسن رحم الله والديك الرشات ذولي شفناهم ذولي شفناهم كلك خير وبركة البحث العلمي هاي ليش منا حاجيك على العوائل انا ما ابقى على مكان واحد لا اروح للدسيم اروح الحيطار اروح للولدايه اروح لحسينة المعامل شكو ناس سعد تهمز لنا رقم ال شكو ناس تناشدني تناشدني على المعونه انا اروح لها زين انا اروح شيل العماتك اعطيك الوزعين لا مو ذن مو ذن مو ذني والله مو ذن اكو علم بالاخو الله يخليك انا ما خليك هسه ذني غير جماعه اعتمد عليك عمود الوجبات الجايه اعطيك اياها انا تجي حتى تصويره صوره ادز لكم ما اريد تصويره ما شك كبير حبيبي يلا يلا انا بدخل البارحه راح اخذن الكوادر اسلمن هم مواد غذائيه جماعه انا 25 هنا يمي راح امس الشيء زين اني يلا شلونك شو اخبارك رمضان كريم هاي وين ودي لك اياها ها هذاك هناك انا ما ودي لك اياها وركض وين وين؟ هذا؟ أعزائي المشاهدين راح تشوفون هالحلقة بس للريدة من عندكم العدة شوية ها قلبه رجف خلي يسوي هالمبادرة ترى كل السهلة يلا نشوفكم والله إحساسنا ما نحس بشيء لان احنا نحس بهاي الناس من البدايه قبل من متوجهين لهم نحس بيهم لان احنا ولد هاي المناطق الشعبيه احنا ولد هاي الاشياء هاي 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 المدن الكادحه احنا ولد مدينه الصدر احنا ولد الشماعيه ولد هاي المناطق حي النصر فاحنا اكيد عايشين هاي العيشه كلها وشايفيها فاكيد نحس بيها ورزاق قافيه باربع شوارع هم مثلنا هي غير الصدق والله صراحة احكيكم صراحة انا اول شيء سحرنا اتفقنا انا ورسلان انه لا ما ننام ما جانا نوم فطلعنا عليهم الفجر ها على مود نكفي العالم انا هسه فرحان ايش قد مرات اعمال انجح بيها وافرح بيها بس هذا العمل يعني فرحت بيه اكثر ما انه عندي مسلسل وماخذ الاول على الوطن العربي لا هذا افضل زين اكيد وصلنا وياكم الى ختام الحلقه نتمنى انه قدمنا شيء يليق بالجمهور يليق بالناس واحنا هدفنا من التصوير سواء كان بالمسطر او هنا ما طلعنا احنا نسوان طبعا هذن امهاتنا وعراس ونبوسن من ديهن وراسن لكن هدفنا تحفيزي في سبيل حتى يشوفون اهل الخير واهل الكرم والعراق كله خير وبركه في سبيل يشوفون حتى يتحفزون ويقدمون اللي يقدرون عليه فهذا هدفنا من الـ من الـ من, الـ من التصوير اشكر الفنان رزاق احمد اللي رافقني بهاي الحلقه حقيقه صح ما نايمين هسه بس مستمتعين وفرحانين شفنا اهلنا وناسنا الطيبين وان شاء الله ما نعوفهم نجيهم بين فتره وفتره كل ما تفتر العجله نجيهم واحنا بخدمتكم شوفكم ببرنامج جديد باي باي باي, باي, باي.